بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مع المحاضرة الثانية في دورة تصميم الإضاءة. معاكم مهندس أشرف رمضان. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أسس تصميم الإضاءة أو الإنارة. أول حاجة يا شباب هنتكلم عن الدايركت لايتنج أو الإنارة المباشرة. عايز الناس تبدأ تركز في الشكلين اللي قدامي. أنا هنا عندي إنارة مباشرة بتم فيها الحصول على الإنارة بأبسط أجهزة، بإن أنا بركب الكشافات تمام مباشر بحيث الضوء بيسقط على الأجسام مباشرة. الإنارة المباشرة يتم الحصول عليها بأبسط الطرق بوضع أجهزة تعطي ضوء مباشر تمام، زي الأجهزة التي تركب فيها السقف تمام، اللي هي السبوت لايت أو الكشافات المربعة. المهم إن الإنارة بتاعتها هتنزل مباشرة على الجسم. طبعا هي سواء كانت تركب غطسة أو معلقة سسبندد تمام. طبعا في أنواع بنسميها الداون لايت. الداون لايت ده مهم جدا، ده الداون لايت يا شباب، ودي الغطسة أو المعلقة. دي معلقة في السقف، في الدروب سيلينج أو في الجبس تمام، بنسميها غطسة أو معلقة. النوع الثاني اللي هو الداون لايت. يبقى المثال الأولاني ده على سسبندد لايت، نوع من الإنارة المعلقة أو الغطسة في السقف، والنوع الثاني اللي هو الداون لايت. وبتبقى الإنارة يا شباب زي ما حضراتكم شايفين كده، الإنارة مباشرة بتسقط على الجسم مباشرة. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الجزء المعلق ده تمام، أو الغاطس في السقف ده، احنا بنسميه هنا ده الداون لايت أو الكشافات الداون لايت. خلي بالك في الكشافات في حاجة مهمة جدا، في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اللي هي حاجة بنسميها الناشر والعاكس، ودي مهمة مهمة مهمة. طبعا في حالة الناشر تمام، ده بيعطي ضوء مباشر منتشر متوزع، ده اسمه ناشر تمام. أما في حالة العاكس بيعطي ضوء مباشر موجه. يبقى لو أنا عندي كشاف من النوع ده، ده موجود في أماكن كتيرة جدا، ده اسمه كشاف دايركتيف أو دايركتيف لايتنج، يعني كشاف موجه، وبالتالي انا بستخدم فيه هنا عاكس وليست ناشر، يبقى ده اسمه عاكس. يبقى هو عبارة عن ضوء مباشر موجه عامل فوكس على مكان معين تمام، اما التاني الضوء بتاعه منتشر. يبقى الناشر اهو واضحة منتشر، اما العاكس فهو موجه. تعال نبدأ نشوف ايه الفرق بين العاكس والناشر. طيب لو احنا شفنا نفس المكان ده واحنا مركبين عليه ناشر تمام، ومركبين عليه عاكس، هنلاحظ ايه يا شباب؟ عايز الناس تبص كده في الرسمة، بص في الجدران، في الحوائط، بص في السقف، بص في الأرضيات تمام؟ نفس القصة هنا، هتلاحظ ايه؟ طبعا هنلاحظ ان الأجهزة اللي ليها ناشر تمام؟ اللي هي دي، ينتشر الضوء ويكون السقف والجدران مضاءين. يبقى هنا الجدران اهي مضاءة، والسقف نفسه فوق مضاء منور، لأن أنا بستخدم هنا ناشر. اما في حالة العاكس بيبقى الضوء محجوب عن الجدران وعن السقف، يعني هو موجه على الجسم بس. يبقى الضوء جاي كده تمام على سطح العمل، على المكتب مثلا هنا تمام، وهيبقى الجزء اللي هو بتاع الجدران والجزء بتاع السقف نفسه مظلم شوية معتم. يبقى السقف والجدران هيكون معتم اكتر من الصورة اللي على اليمين، بالرغم ان مستوى شدة الاضاءة اللي على السطح هنا، سطح العمل على المكاتب، هو نفس مستوى شدة الاضاءة اللي هنا. يبقى لو حد قال لك والله تعالى نركب كشافات، يبقى انت لازم تبص هل الكشاف ده هيبقى فيه ناشر، يعني الضوء المباشر ده اللي هينزل هينتشر وبالتالي هينور جزء من الجدران وجزء من السقف، وبالتالي هيظهر المكان كله منور لان الضوء منتشر في كل المكان. اما الكشاف اللي فيه عاكس فهو عبارة عن ضوء مباشر بس موجه على سطح العمل فقط، والجدران والأسقف بتكون معتمة شوية. طيب الإنارة المباشرة الموجهة ليها شوية خصائص يا شباب، إيه هم؟ عايزين نبدأ نشوف إيه الفرق بين الإنارة المباشرة الموجهة تمام والإنارة المباشرة المنتشرة. يعني هنعمل مقارنة بين الرسمتين اللي فاتوا دول، يعني هنعمل مقارنة بين الناشر تمام واستخداماته والعاكس واستخداماته. يبقى احنا هنا في الاثنين دول انارة
مباشرة، يبقى احنا هنا هنا ايه؟ إنارة مباشرة، وهنا إنارة مباشرة، بس هنا رقم واحد موجهة، رقم اتنين منتشرة. يبقى انت لو قال لك اعمل مقارنة بين الاتنين، هنبدأ نشوف رقم واحد في الإنارة الموجهة اللي هو الكشاف اللي على اليسار ده، كفاءة عالية في استخدام الطاقة الكهربية، أما هنا كفاءة عالية في استخدام الطاقة الكهربية ولكن أقل من الإنارة المباشرة الموجهة. يعني هنا كفاءة الطاقة هتبقى أقل من الإنارة الموجهة. هنا في حالة الموجهة السقف بيكون غير ناصع. طب لو السقف ده مش منور هيدي إحساس بأن الغرفة غير مضاءة بشكل كافي. يبقى لو السقف مش منور هيدي إحساس للناس اللي مش فاهمة إضاءة إن السقف تمام أو الغرفة كلها غير مضاءة بشكل كافي. الوهج يعتمد على نوع الأجهزة ولكن يكون أعلى من الإنارة غير المباشرة بشكل عام. طبعا هنا في وهج، هنا يعتمد على نوع الناشر نفسه، طبعا المنتشرة نوع الناشر، ولكن بشكل عام يكون أعلى من الإنارة الغير مباشرة. طبعا هنا في وهج وهنا في وهج، بس هما الاتنين دول له إنارة مباشرة طبعا، فهيكون في وهج عندي. طيب لا يعتمد هذا النوع بشكل كبير على ألوان الأسطح مثل السقف والجدران، لا يعتمد هذا النوع على ألوان الأسطح ولكن اعتماده يكون أكثر على الإنارة المباشرة الموجهة. طيب هنا في ظلال عالية في حالة الإنارة المباشرة الموجهة تمام، أما هنا ظلال بتكون ناعمة شوية تمام. يعني هنا زي ما بقول لي في المثال اللي احنا خدناه قبل كده في المحاضرة رقم واحد ده، كأنه فيه ضوء طبيعي ضوء شمس تمام بدون وجود غيوم، فبالتالي هيظهر ظل والظل هيجسد الأجسام. أما هنا الظلال بتبقى ناعمة تمام، كأنه فيه شمس بس فيه شوية غيوم، وبالتالي هيبقى الظل موجود بس ضعيف. يبقى احنا هنا بدأنا نعمل مقارنة بين الإنارة المباشرة الموجهة والإنارة المباشرة المنتشرة، وأعتقد إن الشكل ده أو الفيجر ده أكتر حاجة بتوضح لي الفرق بين الإنارة المباشرة الموجهة والإنارة المباشرة المنتشرة باستخدام الناشر. طيب ده كان الإنارة المباشرة أو الدايركت لايتنج. تعال نشوف الإنارة الغير مباشرة. الإنارة الغير مباشرة يا شباب دي حاجة مهمة جدا، الاندايركت لايتنج بجيبها إزاي؟ نحصل على الإنارة الغير مباشرة في الأماكن الداخلية، معظم شغل بتاعنا في الأماكن الداخلية. إن أنا بعمل إيه؟ بحط أجهزة إنارة بتنير أسطح ثانوية مثل السقف والجدران. يعني أنا عايز أنور الأرضيات، فأنا مش بنور الأرضية مباشرة، لا ده أنا هجيب كشاف، الكشاف ده النور بتاعه تمام هينور السقف، وبعد كده النور ده ينزل من السقف يخبط في مين؟ في الأرضية وينورها. يبقى بيحصل هنا انعكاس تمام على الأسطح، هتحصل الإنارة هنا إنارة الغرفة بالانعكاس للضوء من الكشاف، هيخبط النور هنا في السطح في السقف وبينزل بعد كده ينعكس على سطح الغرفة، وهكذا في كل الكشافات. نفس القصة هنا يا شباب، هنا إنارة غير مباشرة ناتجة من أجهزة إنارة معلقة فين هنا؟ دي على الجدار، على الجدار. طب هنا إنارة غير مباشرة ناتجة من أجهزة إنارة معلقة فين؟ في السقف. يبقى أنا هنا جايب إنارة، والإنارة دي مش بتنور لتحت، لا ده بتنور لفوق، بتخبط الإنارة في السقف وبعد كده تنزل على سطح الأرضية بتاعتي. طيب هل ممكن اعمل انارة غير مباشرة تاني؟ لو انت شفت الكوف لايت تمام، هنا في جبس تمام، وبيبقى هنا بايت في بيت الجبس ده تمام في الانارة المخفية، وبالتالي انا هشوف الجزء ده منور بس مفيش كشافات مباشرة هنا في السقف. امال الجزء ده منور ازاي؟ منور من الكوف لايت او الهيدن لايت بنسميه المخفي، بتخبط هنا الانارة بتنزل تحت على الجسم او السطح بتاعي. في انارة غير مباشرة طبعا هنا بتبقى ناتجة عن اجهزة انارة غطسة في السقف اللي هي دي، بس بتنير الجدار. يبقى انا هنا ايه مميل الكشاف غاطس كده، كشاف موفابل بينور الجدار وبالتالي بينعكس على الارض. يبقى دي احنا بنسميها الانارة الغير لازم كمهندس كهرباء يا شباب تبقى فاهم الحاجات دي عشان تبقى مع المعماري او الانتيريور ديزاينر او الناس اللي مهتمه بالديكورات الداخليه، تبقى انت حضرتك فاهم الحاجات دي مهمه جدا في التصميم. طيب الاناره الغير مباشره ايه خصائصها؟ كفاءه قليله في استخدام الطاقه، لان الاناره تنتشر بالغرفه بشكل غير مباشر تمام، كفاءتها قليله في استخدام الطاقه. السقف يكون ناصع، السقف
احنا هنور السقف، وبالتالي السقف هينور، وبالتالي الغرفة تبدو ارتفاعها ايه اكبر، يبدو ان ارتفاع الغرفة عالي. تمام، لو انا ايه منور السقف، لو انا منور الجدران ده هيدي الغرفة مساحة اكبر. والمعلومة دي مهمة جدا، لو انت عايز في مكان تصمم في مكان ضيق تمام ونورت السقف، السقف ده بيدي لك ايحاء ان هو منور، ان السقف ده عالي لفوق. لو انا نورت الجدران والمكان ضيق عندي كمان بيديني ان المكان ده المساحة بتاعته اكبر او المكان ده واسع شوية. طبعا هنا في الإنارة غير مباشرة، انعدام الوهج بشكل كامل، استم تصميم هذه الإنارة بطريقة تمام صحيح. يعني أنا لو صممت صح أقدر أوصل لزيرو وهج يا شباب، أو أخليه قليل جدا. طبعا هذا النوع بيعتمد بشكل كبير على ألوان الأسطح زي لون السقف ولون الجدران، فمهم جدا أشوف هل الألوان دي هل هي ألوان فاتحة ولا غامقة، وهتعمل لي انعكاس للألوان إزاي. طبعا هنا تنعدم الظلال أو بتكون خفيفة لو أنا مصمم صح المشروع عندي. طبعا احنا شفنا الاثنين، شفنا الاناره المباشره باستخدام الناشر والعاكس، وبعد كده شفنا الاناره الغير مباشره باستخدام الكوف لايت، او ان انا اجيب كشافات تنور السقف او الجدران بطريقه غير مباشره. طب تعالى نشوف في ابلكيشنز تانية ممكن نستخدم فيها اناره مختلطه يا شباب. احنا قلنا في اناره ايه مختلطه، يعني اناره مباشره واناره غير مباشره. تعالى نبدا نشوف الكلام ده. لو انا عندي هنا تمام بعض الكشافات، لو انت ملاحظ الكشافات دي في كشافات منها بتنور لتحت تمام، وبالتالي انا عندي هنا اناره مباشره، وفي بعض الكشافات ده بينور لفوق تمام، بيديني اناره لفوق كده، وبالتالي انا في عندي اناره غير مباشره. يبقى انا هنا عملت ميكس بين الاثنين، حطيت كشافات تديني اناره مباشره وكشافات بتديني اناره غير مباشرة. يمكن بتكون واضحة أكتر هنا، في عندي إنارة غير مباشرة اللي هي الهيدن لايت أو الكوف لايت اللي إحنا شايفينها دي، وفي عندي إنارة مباشرة من السبوت لايت، من السبوت لايت بتديني إنارة مباشرة. إنارة مختلطة ناتجة من وجود إنارة مخفية تمام، بعض إنارة غير مباشرة وإنارة مباشرة من الأجهزة طبعا الغاطسة في السقف اللي إحنا بنسميها الداون لايت أو السبوت لايت. طيب الاناره المختلطه دي انا هقدر اخد منها ميكس بين الاثنين، بتبقى كفاءه استخدام الطاقه متوسطه، السقف هنا بيكون منور وبالتالي هيظهر ارتفاع الغرفه زي ما قلنا اكبر، والجدار هيكون منور وبالتالي الغرفه تبدو ايه اكبر مساحه او اوسع، وهج بيبقى قليل تمام، بيعتمد على لون الاسطح لان في اناره مباشره، طبعا الظلال بتبقى ناعمه، وبالتالي انا قدرت اوصل للتلات انواع اللي عندي في الاناره. نراجعهم تاني، الاناره المباشره والاناره غير المباشره والاناره المختلطه تمام. لو انا عايز اعرف او اختار النوع المناسب بين الحاجات دي بناء على ايه، بناء على تلات حاجات. رقم واحد الاكتيفيتي، نشاط. يعني ايه النشاط؟ يعني نوع المبنى ده اللي انا هستخدمه، هل المحل ده محل تجاري، هل ده مكتب استشاري، هل دي مستشفى، هل دي مدرسة تمام. ونوع الاركتكتشر اللي هو الشكل المعماري الموجود اللي انا هركب فيه، والجو الاتموسفير اللي انا هبدأ اركب فيه هذه الكشافات، والكلام ده هنبدأ نتعرف عليه بالتفصيل. النشاط او الاكتيفيتي لازم ابدأ اشوف هل انا عايز اظهر تفاصيل بدون ظلال ولا عايز اظهر الظلال. هنا عندي انارة غير مباشرة او مباشرة منتشرة تمام، وبالتالي انا هقدر اشوف ان عدم وجود الظلال على الوجه يجعل الرؤية جيدة. هنا الوش واضح كويس جدا تمام، طبعا ده بستخدمه في صالونات الحلاقة والمكياج والشعر والكلام ده زي ما قلنا. وفي انارة مباشرة بتظهر لي ظلال فما فيش تفاصيل للوجه، في حالة وجود ظلال عالية ناتجة من اجهزة، طبعا هنا في داون لايت بيخبط في دماغ الست دي فالوش بتاعها مش منور تمام. اما هنا في انارة مباشرة او غير مباشرة موجهة للوجه مش من فوق. طبعا في تطبيقات زي ما احنا بنقول اكتيفيتي، انا عايز اشوف هل انا عايز اعمل موديلنج تجسيد للاجسام ولا مش عايز اعمل تجسيد للاجسام. لو انا عايز اعمل تجسيد يبقى انارة مباشرة دي بتجسد الاجسام وبتدي ظلال تمام. لو انا عايز مش هعمل تجسيد ومش عايز اعمل ظلال يبقى انارة غير مباشرة بدون ظلال ولا يوجد تجسيد. هتلاحظ الجسم هنا مش واضح الحروف دي، يعني هنا شايف ادي الحروف واضحة وفي ظلال، فبالتالي انا عملت تجسيد للجسم كويس جدا.
ومن انواع الاكتيفيتي برضو الاناره دي اللي انا عايز اشتغلها، عايز اشتغل اناره على الاسطح الافقيه ولا على الاسطح الراسيه او العموديه، يعني عايز انور على الجدار هنا عشان اللوحه تبان. انا مش مهم عندي الارضيات قد ما ان انا عايز اظهر اللوحه في المعارض مثلا، يبقى انا هحتاج اناره ايه، عموديه او راسيه بتظهر لي تفاصيل هذه اللوحه، ودي اهم حاجه في المعرض. طيب في المكاتب انا عايز اظهر البنش ده او الترابيزه عشان تبقى هي اللي منوره، لان الراجل ده اللي شغال معاه بيبر او على جهاز الكمبيوتر، فيبقى سطح المكتب اللي عنده ده هو اكتر حاجه شغاله، وبالتالي تبقى الاناره هنا افقيه. طبعا سطح العمل ده بيتحدد حسب التطبيق زي ما قلنا، وفي رقمين كده هناخدهم مع بعض على السريع. لو انا عندي مكاتب يا شباب بيبقى من 75 سنتي ل 85 سم، طبعا ارتفاع المكتب من 75 ل 85 سم. الناس كلها معظم الناس بتحط الرقم ده في البرنامج 8 من 10 ارتفاع المكتب، وبالتالي انا الورك بلان بتاعي هيبقى هو الترابيزه دي، تمام. او على الكوليدور في الطرقات او الممرات بيبقى في ناس بتخليها زيرو، تمام، او في ناس بتخليها 10 سم اللي هي 1 من 10 متر، ده اللي هو سطح العمل الورك بلان بتاعي. طيب تعالى نبدأ نشوف موضوع الجلير او الوهج يا شباب. عايز الناس تركز في الصورة اللي قدامي على اليمين واللي على اليسار. لو انت بصيت تحت الترابيزة هنا اول حاجة هتلاقي في ظلال واضحة للترابيزة جدا، هنا الظلال دي تقريبا مش واضحة، تمام. طيب تعالى نبص على انواع الانارة هنا اللي موجودة ايه، ونبص هنا على انواع الانارة اللي موجودة. طبعا انا هنا شايف كشافات مباشر وغير مباشر، يبقى دي انارة ايه، إنارة مختلطة، تمام. وبالتالي أنا عملت إنارة المختلطة دي، فأنا شفت السقف منور والجدران منورة، وشفت الورك بلان بتاعي أو سطح العمل منور، وبالتالي أنا استفدت من الإنارة المختلطة. أما لو أنا استخدمت إنارة مباشرة زي ما أنتم شايفين، الجدران بتاع الغرفة مظلم والسقف مظلم، وفي ظلال هنا تحت الترابيزة كبيرة، تمام، وبالتالي هيبقى السقف مظلم، فأنت هتحس الغرفة واطية شوية، وهتحس إن الجدران مظلمة، فهتحس ان المكان مش واسع او المكان ضيق شوية. فدي فايدة الانارة وتظبيط الانارة على الاداء البصري للناس اللي قاعدة في القاعة دي. طبعا بعد كده الاركتيك، ان انا عايز ابدأ اشوف اظهر يا شباب حاجات معمارية. لو انا مثلا الناس جاية تتفرج على السقف ده، انا عايز اظهر تفاصيل هذا السقف، يبقى انا لازم اركب انارات. لو انت شايف هنا ده الانارة بتاعتنا، تمام، الإنارة دي بتنور، لو أنت شايف هنا أهو، هنا برضو، تمام، الإنارة دي هي اللي بتنور السقف، يبقى أنا عايز هنا أظهر الشكل المعماري، تمام، باستخدام هذه الكشافات. أو ممكن أنا باجي هنا تحت الكيرف ده كده، تحت الكاميرا دي، وبنور وبتبقى إنارة إيه، غير مباشرة للسقف ده. نفس القصة هنا، ممكن يبقى في عندي أجهزة غطسة في الجدار زي الأجهزة دي كده في الجدار، تمام، بتتوزع توزيع معين بحيث تظهر لي الأسقف طبعا بشكل معين. يبقى هنا بشوف الشكل المعماري وإظهاره باستخدام مين، الكشافات بتاعتي. نوع الأسطح دي حتة مهمة جدا، مش مهندس لو سمحت خلي بالك، لو السطح اللي انت بتشتغل عليه لامع، عشان الحتة دي بنلاحظها كتير جدا في بعض الأماكن، بيبقى فيه إنارة مباشرة، تمام، وبتبقى الأرضية لامعة، بيبقى الشكل رهيب، تلاقي الكشافات الداون لايت نازل هنا على الشكل اللامع، ظاهر شكل الكشاف على الارضيه، عامل طبعا ضرر بصري للناس الموجوده في المكان، بيبقى ده مزعج جدا للناس اللي موجوده في المكان. طب لو انا عندي ارضيه لامعه، يبقى المفروض استخدم اناره غير مباشره، تمام، يبقى استخدم اناره غير مباشره عشان ما يبقاش ظاهر على سطح الارضيه بتاعتي شكل الكشافات، زي ما احنا شايفين الكشافات اهي على الجدار وبتخبط كده فوق في السقف، منوره للسقف ومنوره للجزء اللي فوق من الجدار، وانا استفدت بيها هنا تحت، تمام، في ان انا نورت الارضيه بتاعتي، وبيبقى الوهج عندي تقريبا منعدم. طبعا نوع السطح لو كان خشن او ناعم او املس، تمام، ده اقدر اظهره بالاناره. لو اناره غير مباشره مش هقدر اظهر تفاصيل السطح ده، هو السطح ده خشن اصلا بس هنا اناره غير مباشره، تمام، فيبدو ان السطح ده كانه املس. اما لو كان السطح خشن وانا عملت اناره مباشره على السطح، ببدا اظهر التفاصيل اللي موجوده في السطح الخشن ده واضح قدام الناس. لو انا عايز اظهر تفاصيل جدار، طبعا بعمل اناره مباشره عليه.
الاتموسفير او الجو، خلي بالك مهم جدا الاشكال اللي قدامي دي. ده نفس المكان في ممرات في فندق مثلا، تمام. لو انا عملت انارة مباشرة موجهة زي ما انت شايف بنور الارضيات، تمام، وبيبقى السقف والجدران شبه مظلمة. ادي الجدران هنا مظلمة اهي، السقف مظلم، انارة مباشرة منتشرة، ان انا عامل مباشر هنا سبوتات ومركب في الجنب هنا، تمام، على الجدران انارة مباشرة، وفي انارة مختلطة ان انا بركب في الجدران وبركب في السبوتات اللي هي موجودة في السقف هنا. طبعا ده من جهاز واحد، تمام، مختلطة من ناحية واحدة، تمام، اللي هو على اليمين. هنا ممكن اركب من ناحيتين او من جهازين، ممكن سبوت لايت واركب على الجدران بتاعتي. طبعا حتة مهمة جدا اللي هو النصوع او البرايت اتموسفير، مهم جدا انا بنور فين. بمعنى لو انا بصيت على المبنى اللي قدامي ده كده في اليمين وبصيت هنا على اليسار، حاجة مهمة جدا يا شباب، هنا انا مستخدم 5 كشافات داون لايت، القدرة بتاعتهم كل واحد 175، تمام. انا هنا مستخدم 3 كشافات اللي هي الوول ووشر، تمام، القدرة بتاعتهم 105، يعني تقريبا مستخدم 40%. بس مين في الصورة أوضح وأظهر، تمام، الشكل العام للمبنى؟ الجزء ده. طيب ليه؟ ليه؟ أنا هنا يا شباب في الصورة اللي على اليمين دي، لو أما أنا ركبت كشافات داون لايت، تمام، 5 كشافات دول، أظهرت الأرضية بتاعة الجزء اللي تحت ده بس، وباقي المبنى هنا كده، تمام، والواجهة دي كلها مظلمة. أما أنا هنا لما أنا ركبت الكشافات الثلاثة اللي هي دي ودي ودي ونورت الجدار اللي في الوش ده، بدأ يظهر عندي هنا الشكل الخاص بالمبنى كله ناصع او منور حسب زاوية الرؤية. انا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف الجدار ده هو الاعرض، انا مش دعوة بالارضية في الحالة دي، الارضية هنا مش ظاهرة، السيكنس بتاعي كأفق كده صغير، انا شايف الجزء الكبير ده، يبقى انا لازم انور هنا مين حسب الانجل بتاعتي، تمام، بستخدم وول ووشر، وبالتالي اقدر اعمل مجال بصري حسب رؤية الانسان. يبقى الانسان باصص كده هيبص، تمام، هيشوف الحاجات الرأسية مش هيشوف الارضية اكتر. طبعا زي ما احنا بنقول الول ووشر او الحاجات اللي الكشافات اللي بننور بيها الجدران دي مهمة جدا. الول ووشر انا بستخدمها هنا في انارة الجدران عشان اظهر تفاصيل الجدار. فين الول ووشر؟ اهي، تمام، هنا برضو كشافات جدارية بظهر بيها شكل الجدار. طبعا هنا في إنارة غير مباشرة فوق في السقف يا شباب، مفيش أي إنارة في السقف غير الإنارات دي أهي، تمام، إنارة غير مباشرة، تمام، من جهاز وول ووشر بيبقى غاطس، وبالتالي أنا بستفيد بيه في إن أنا بنور الجزئية دي. في ناس تقول لك لا ده هنا في ظلال كتيرة، لا ده عبارة عن انعكاس للضوء لأن الأسطح، تمام، لامعة، وبالتالي هي بتعكس مين؟ الصور الغير مباشرة. بعد كده في الاكسنت لايتنج اللي هي الانارة المركزة. لو انا شايف هنا انا عامل فوكسنج بالكشاف ده يا شباب على الجسم ده، انا عامل تركيز، هو ده اكتر حاجة انا عايز ابرزها التمثال ده مثلا، وبالتالي لازم ابقى عامل فوكس، وتبقى شدة الاضاءة اللي طالعة بالكشاف اللي عايز اعمل بيه فوكس ده اكبر 5 مرات على الاقل من اللكس المستخدم في باقي الغرفة. يبقى انا لو مستخدم مثلا في باقي الغرفة هنا 200 لكس، لازم ده على الاقل يبقى 1000 لكس عشان يظهر، وفي ناس بتقول 10 اضعاف، وفي ناس بتقول 25 ضعف. ده واضح طبعا هنا في الانارة الموجهة ان انا شايف التمثال ده اكتر واحد، رغم ان ممكن الحاجات التانية ما يعني ذات اهمية، بس انا مش شايف، انا عامل فوكس هنا، تمام، على الانارة الخاصة بهذا التمثال، وبالتالي هو اكتر حاجة باينة عندي. لو انا برضو عايز اعمل فوكس بكشافات كده اهو على اللوحات في المعارض او المتاحف، دي هي المهمة، وبالتالي تبقى هي الانارة الواضحة قدام الناس، وبالتالي انا بستفيد بالانارة المركزة. لو انا في مطعم بظهر طبعا اكتر حاجة عندي ترابيزة خاصة بالاكل باستخدام الكشافات اللي فوقيها دي، تمام، اهو زي ما احنا شايفين ده اكتر مكان انا عايزه انور، الباقي مش هيبقى درجة الانارة بتاعته عالية. طبعا اللي زي ما قلنا الانارة المركزة بتبقى 5 اضعاف على الاقل عشان اظهر، وبالتالي هتلاقي في المتاحف دايما لا ده فيه هنا كشاف، او هنا في كشاف مثلا مايل، تمام، الكشاف ده بينور دي، الكشاف ده بينور دي، يبقى هنا في عندي الكشافات، الكشاف ده بينور اللوحة الفلانية، الكشاف ده بينور اللوحة ده كله اللي احنا بنسميه
الكونسنتريتد لايت او الاناره المركزه. طبعا في دراسه، طبعا في، انتوا عارفين المركز الالماني لتطبيقات الاناره اللي هو الدايل ده، تمام، عمل دراسه وبدا يشوف نتائج طبعا البرايتنس او السطوع في الاناره المركزه والاتراكتفنس الجاذبيه والراحه النفسيه في الويل بينج ونتائج زياده النشاط الاكتيفيشن. لقي تمام ان يفضل دايما استخدام اجهزه الاناره العموديه او منير الجدران اللي هو بيسموه الوول ووشر، بيبقى اكتر راحه نفسيه للناس في عمليات الاناره. في نوع بعد كده اللي هو الاناره الديكوريه. الاناره الديكوريه ده مهم جدا، بيبقى شكل الكشاف نفسه ديكوري، تمام، وبالتالي انا بستفيد بهذا الاناره او بهذا الكشاف كانه اشكال ديكوريه. طبعا ده بيظهر تفاصيل معماريه في المباني زي ما احنا شايفين هنا، هيد اللايت هنا في المبنى ده مثلا لونه اصفر، هنا لونه ازرق، تمام، ده بيبدا يظهر التفاصيل المعماريه باستخدام الاناره الديكوريه. هنبدا نشوف بعض الامثله في تصميم الاناره، ودي حته مهمه جدا يا شباب. في مطعم تيتيريا في السويد، تمام، لو احنا بصينا كده هنلاقي التصميم ده من يعني اهم التصميمات اللي انت ممكن تشوفها في تصميم المطاعم. الاناره هنا طبعا المطعم بيشتمل على كذا نوع من انواع الاناره، اناره عامه، تمام، تخلي الناس تقدر تتنقل بسرعه داخل او بسهوله داخل المكان، ما يبقاش المكان مظلم، يبقى اول حاجه بيحتوي على اناره عامه. رقم اتنين اناره مركزه، الاناره المركزه على الطاولات على الترابيزات يا شباب، تلاقي الترابيزات منوره، تمام، تلاقي هنا الترابيزات كلها منوره، الترابيزات والاماكن اللي انا بستخدمها منوره. بعد كده في اناره ديكوريه زي النجف اللي بيبقى موجود ده عندي، تمام، اناره، في انارات طبعا هيدن لايت مخفيه، وفي انارات جداريه، وفي سبوت لايت هنا، فهو بالتالي بيحتوي على كذا نوع من انواع الاناره. المكان الثاني وده مهم جدا، جامع الشيخ زايد في ابو ظبي. لو انت لاحظت برضو الاناره هنا، برضو في عندي اناره عامه بتسهل التنقل داخل الجامع، وفي اناره مركزه عند الأعمدة عشان تبرز تفاصيل الأعمدة وتدي شكل جمالي للأعمدة، وفي إنارة ديكورية زي النجفة اللي موجودة دي، تمام، في النص، وفي ألياف بصرية أوبتيكال فايبر بتبقى موجودة عشان تديني تفاصيل لبعض الأجزاء أكتر، وفي إنارات جدارية في الجدار هنا بتظهر لي تفاصيل الجدار وبتديني جمال في الجدار. كده احنا نبقى خلصنا المحاضرة التانية. احنا اتكلمنا عن الانواع المختلفة للانارة، الانارة المركزة والانارة غير المركزة، الانارة المباشرة والانارة غير المباشرة، وشفنا خصائص كل واحدة بالتفصيل، وان شاء الله نشوفكم في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.